راس صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبيه. وفي بدايه الاجتماع رفع مجلس الوزراء اصدق التهاني الى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الى ابناء البحرين بمناسبه الذكرى الثانيه والعشرين لاقرار ميثاق العمل الوطني منوها المجلس بما تحقق من انجازات كان اساسها ومنطلقها مبادئ ميثاق العمل الوطني والتي شكلت اضافه لمسيره العمل الوطني. بعدها نوه المجلس بمستوى المشاركات في مسابقه الابتكار الحكومي فكره في نسختها الخامسه، موجها الوزارات والاجهزه الحكوميه لدراسه امكانيه الاستفاده من هذه الافكار الابداعيه في تطوير مسارات عملها، وذلك بعد اطلاع المجلس على مذكره اللجنه التنسيقيه بهذا الشان. ثم اشاد المجلس بتوجيهات حضره صاحب الجلاله. ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بتقديم مساعدات انسانيه اغاثيه عاجله الى الدول المتضرره من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا منوها بالجهود التي بذلتها المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه في الاشراف على تقديم المساعدات ومشيدا بعمليه سواعد الغيث التي قام بها فريق بحث وانقاذ من الحرس الملكي بقوه دفاع البحرين في مهمه الاغاثه الانسانيه في جمهوريه تركيا الشقيقه بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعاده تشكيل اللجنه الممثله للحكومه في الاجتماعات المشتركه مع السلطه التشريعيه بشان اعاده هيكله الدعم الحكومي وكلف اصحاب المعالي والسعاده الوزراء بالتعاون مع السلطه التشريعيه في هذا الشان بعدها ناقش المجلس مذكره اللجنه الوزاريه للخدمات المجتمعيه والتي تم اعدادها بتوجيه من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الوزراء حفظه الله والمتعلقه بتنفيذ المبادرات المقترحه لزياده الاسهام في توظيف الاطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني وقد تقرر اطلاق خمس مبادرات دعم توظيف الاطباء الجدد في القطاع الخاص لمده ثلاث سنوات على الا تقل اجورهم عن 800 دينار كحد ادنى دعم زيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة والذين يقل أجرهم عن 800 دينار لمدة سنة. تقديم حوافز إضافية للمستشفيات الخاصة التي تبلغ نسبة الأطباء وأطباء الأسنان البحرينيين العاملين لديها 25% فأكثر. طرح برنامج تأهيل لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص. دعم القروض التعليمية حتى 30 ألف دينار بعدها قرر المجلس ما يلي: أولاً الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بشأن إنجازات التحول الإلكتروني للعام 2022، والتي أظهرت تدشين 28 خدمة إلكترونية، وتجهيز 22 خدمة للتدشين، وكذلك تدشين 4 مشاريع إلكترونية، وتجهيز أربعة مشاريع أخرى للتدشين. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعيه بشان مشروع قرار بتعديل بعض احكام القرار حول اصدار الاشتراطات التنظيميه للتعمير بمختلف مناطق مملكه البحرين مذكره اللجنة الوزاريه للشؤون القانونيه والتشريعيه بشان عدد من قرارات اعاده تشكيل بعض اللجان مذاكرة سعاده وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس اداره هيئه جوده التعليم والتدريب حول اعتماد تقارير الهيئه بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان إلى مملكة البحرين، وزيارة سعادة وزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وزيارة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. ومخرجات الزيارات الرسميه للمسؤولين في القطاع السياحي بمملكه البحرين الى دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه